شوفي حماتي بوران، انا بحب حطك بالصوره، قرش واحد انا ما عاد فيني اقدر ادفع، بدي اشتغل شهر على الميكرو ببلاش. وانا من وقت ما اشتغلت نهار بالباطون بشهر ما بقيت اقدر اشغل ظهري. وانا كمان اذا بدكم مني مصاري بدكم تسمحوا لي اتنازل. عن ايش؟ ما بعرف، بس صاحب البيت بضل بيقول لي يا غاده اذا بدك تعيشي لازم تقدمي تنازلات بهالحياه. تنازلات شو؟ شو بيعرفني؟ ما سالته مشان ما يفكرني غشيمه. غشيمه؟ منين لك الغشمنه؟ العين تطرقك شو ذكيه، اسمعي ولي، من بكره اذا بتروحي على الشغل رجلك بكسره. شبك ما غصه؟ بجوز الرجال قصد بالتنازلات غير ما شطح فكرك. إياه فرجي هي 7000. صفي 1000. لا حول ولا قوة إلا بالله، هلا تعثرت على 1000. شو إلك؟ عيدها لشو؟ شو إلك؟ قلت تعثرت على 1000؟ إيه لا تفركست ولا شيء، غدا أمي روحي شوي لعند جوزين. شلون ما تفركست؟ الفيزا باقي لها 3 أيام، و1000 ليرة مستحيل نقدر ندبرهم. افتح تمك لشو؟ شو بدك بتمي؟ مخبي بتمك 1000 ليرة وساكت عليها؟ أنا مخبي آدم صحتي إذا كنت مخبي شيء. قديش سن الذهب؟ شو قصدك؟ في بتمك سنين ذهب، كل واحد حقه 500 ليرة. بدك يعني أنا عصباني مشان حضرت ابنك يسافر؟ افتح تمك لشو؟ ما رضى. لا بدك افتحوا افتح. افتح تمك. افتح تمك. إيه أمي. سكر تمك شفي، سكر تمك. هلا بيشوفوا ضرس الذهب المخبى جوا. شو؟ لسه ما رجع؟ ان شاء الله عمرنا ما يرجع، لك يخرب بيته، رح يبيعونا بسوق الخدم مشان يسافر ابنه. طول بالك يا ابو الجنة، طول بالك، الناس لبعضها ليش ما تبوظ هيك؟ لقيت طيارة، لقيت طيارة قبل ما تخلص الفيزا بيوم، بس ما عليها ولا محل. ايه مو مشكلة مو مشكلة، أنا عندي رفيق بيشتغل في مكتب شركة طيران، امشي لعنده. يا حبيبي يا طير اضرب منك انا، ان شاء الله بموت، كنت تلبكوا فيني، ما بنورني يدفنوني يا رب. على مالك على مالك على جنب الترابيزات مكدوس توصاية للعالم، على مالك على مالك على مالك. امي بدكم شيء؟ لا تنسانا من المكاتب. خلاص امي كل يوم بدي ابعث لكم مكتوبه. ايه ليش عم تبكي مرت عمي؟ ليش عم تبكي؟ بديع ما بينخاف عليه، بعدين لك على بالك يا مدلوعه، بعدين مرت عمي حوادث الطيارات اقل من حوادث السرافيس، يعني بالسرافيس عندنا من كل 100 سرفيس بيروح منهم 99، بالطيارات من كل 100 طياره بتروح وحده، صحيح بيقتلوا الكل بس مدلوعه ما بينخاف عليه. انا مو مشان هيك عم ابكي. لك انا مشان شو؟ لك يا شفيق يا شفيق، الفراق صعب وهذه ام قلب الام. اسيدي حمل ونزل عن ظهرنا. شفيق بس فراقي هلا. يلا خلصونا خلصونا، تاخرنا على السرفيس. يلا خلصنا. أماني يبعث لي أمك، طيب يصير لها شيء.